مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقة ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيدة اعمال مميزة. رحبوا معي اليوم بمستر هاني صاحب شركة هاي رايز. اهلا وسهلا فيك مستر هاني. اهلا بك. اهلا بك مستر هاني. حابين نعرف اكتر عن حضرتك وامتى بدأت تأسيس الشركة هاي رايز. انا مهندس هاني فوكي، مصري، خريج جامعة القاهرة. جيت الإمارات في 2001، أسست شركتي في 2008، والحمد لله لحد دلوقتي زي ما بيقولوا بالناضل. نعم. ومن سنة لسنة everything going well. مستر هاني، حابين نعرف أكتر عن الخدمات اللي بتقدمها هاي رايز. احنا شركة مقاولات. نعم. Based in دبي، عندنا فرعنا في عجمان، فرعنا في أبو ظبي. بنعمل منشآت متكاملة، سواء فيلا للمواطنين أو قصور للشيوخنا. عملنا مدارس، أكثر من مدرسة في إمارة دبي، أكثر من بناية في إمارة عجمان. عملنا مستشفى، فنادق. الحمد لله ترنكي على هاي كواليتي مع أكبر عملاء، مع كل احترامنا للعملاء في دبي. نعم أكيد. مستر هاني، في ظل المنافسة الشديدة الموجودة هنا بالإمارات، إزاي الشركة الخاصة بحضرتك قدرت تتميز؟ والله شوفي، كلمة المنافسة دي كلمة حقيقية. احنا المنافسة في مجال المقاولات شديدة بمعنى الكلمة، وخصوصا آخر 10 سنين، لأنه زاد عدد شركات المقاولات. لكن التميز مبدئيا من عند ربنا، لكن أهم حاجة اللي أنا فخور بيها وبعتز بيها الأمانة. أقدر أقولها بصوت عالي وزي ما بيقولوا جهور، إحنا نتميز بالأمانة، ودي صفاتنا، سواء أمانة مع العميل، أمانة مع السبلاير، أمانة مع السب كونتراكتور، أمانة مع الستاف بتاعنا. أمانة على كل المستويات، ودي أنا بعتقدها إنها نعمة من عند ربنا وسبب نجاح الشركة وثبتها كل هذه السنين. I'm Caroline Cardenas Bologna, a Filipino nationality. I've been with High-Rise Building Contracting for more than 11 years. This is my first work when I came in UAE, and I've been working here till now because it's a family for me. This is the place and this is the company where I grew up and where professionally my career expanded. And that's it. I'm still staying here, I guess, for a long time. أنا اسمي ماريو مجدي. شغال تندرينج وبروكيورمنت مانجر في شركة هاي رايز بيلدينج كونتراكتنج. أنا والتيم بتاعي مسؤولين عن المناقصات وتسعير كل المشاريع اللي بتجيلنا في الشركة، وبنعمل أناليسز وبريك داون لكل المشروعات وكل المناقصات اللي بتجيلنا. في كمان بنشتغل في البروكيورمنت، عندنا تيم خاص بالبروكيورمنت. بنشتري الماتيريال بأفضل كواليتي وأرخص أسعار، وده اللي بيخلينا نقدر ننافس كويس في المناقصات اللي بنخشها، وبنطلع الفيرست من أول مرة. بنعمل كمان بارشيزنج، عندنا تيم مخصوص للبارشيزنج بتاعت الماتيريال كلها لكل المواقع فروم سكراتش. بنبتدي من اول ما بنبتدي الاكسكافيشنز لحد ما بنسلم الكلاينت المفتاح بتاع الفاسيليتي بتاعته. انا اسمي ادمون ماضي، البزنس ديفلوبمنت مانجر بالشركه هاي رايز بيلدينج كونتراكتنج. الجوب تايتل تبعي انه نحن انا بجيب مشاريع للشركه وبفلتر اول ذا المشاريع اللي ما بدنا اياها والمشاريع اللي حابين ناخذها، وسبيشلي بتعامل مع كلاينت اللي نحن موجودين معنا حاليا ومنجيب كلاينتس جداد. التارجت تبعنا different types of projects، من مباني لمدارس مستشفيات
فيلل خاصة وكوميرشال فيلاز لمشاريع أكبر. أنا عادل أنور، مدير العلاقات العامة بالشركة والقائم على تنسيق الكوادر الفنية لمتطلبات المشاريع لدى الهيئات الحكومية مثل المهندسين والحرفيين والعمالة المطلوبة وإصدار التراخيص من الجهات الحكومية ومن المواقع الإلكترونية، والقائم على تجديد الإقامات. دي نبذة مختصرة عن طبيعة عملي، وأحب في كلمتي أتقدم بالشكر لدولة الإمارات حكاماً وشعباً ولكل القائمين على جميع الهيئات الحكومية على مجهوداتهم لخلق بيئة عمل إيجابية لكل العاملين بالدولة، وأشكر حضراتكم على التغطية الإعلامية وعلى مجهودكم. ألف شكر. حابين نعرف النظرة المستقبلية ليك بإذن الله بعد 3 سنين من النهاردة. شوفي، بالنسبة للإمارات وخاصة إمارة دبي، النظرة المستقبلية سنوية، مش كل 3 سنين، لأنه على طول في جديد، على طول في تطور، بنلاحق السوق العالمية. إذا ما كانتش السوق العالمية هي اللي بتلاحقنا، لأن دبي من رواد العالم، وهذا النجاح اللي احنا فيه بسبب حكمة شيوخنا، بسبب فضلهم علينا، فضل دولة الإمارات العربية. نعم. فرجوعا لسؤالك، انه ازاي نواكب التطور؟ نعم. فاحنا على مستوى التكنولوجيا في كل المجالات، في البنى باستخدامات كل المعدات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، في حساب الكميات، احدث برامج، بنحاول نوصل لأعلى مستويات في مجال الهندسة، سواء في المكتب على المستوى المكتب الفني بالبرامج الهندسية لحساب الكميات للرسومات زي الريفيت وغيرها. وبالنسبة للمواقع بنستخدم أحدث المعدات في العالم ما شاء الله، وبنحاول جاهدين، وربك هو اللي بيوفق ان شاء الله. نتمنى لك كل النجاح والتفوق مستر هاني باذن الله. تعيش يا بنتي. مستر هاني، طبعا احنا في افضل بلد هنا موجوده بالعالم، الامارات، متوفر نعمه الامن والامان لكل الموجودين هنا بالامارات. ازاي ده قدر يساعد مستر هاني بالتحديد ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ وحابين نسمع رساله شكر مستر هاني لقاده وشيوخ الامارات. هو في جميع الحالات احنا بنشكرهم بسبب مش بس نعمه الامان، بسبب كل حاجه احنا فيها هنا، لان هم بسبب حكمتهم احنا عرفنا نعيش هنا وعرفنا نستثمر هنا. وزي ما انت ذكرتي دلوقتي، الامان اللي هو اهم صفة او اهم احتياج، يعني احتياجات الانسان الاهم جزء فيها الامان. البلد هنا فعلا احنا مطمنين على اهالينا واسرنا وولادنا، وحياتنا هادئة وامنة ومنتظمة. وهذا الامان، خلينا نركز في البيزنس والأمان كمان كاقتصاد. إحنا ثبات الدرهم وثبات الاقتصاد الوطني هنا هو ده اللي مخلينا فعلا مركزين إزاي نتطور. خلينا نركز زي ما أنت سألتي، إزاي نواكب التطور العالمي. وبنشكرهم على هذا الفضل والأمان. شكرا، واحنا بنشكرك كتير مستر هاني على كلامك. مستر هاني، بالاخير حابين نقول للسادة المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع هاي رايز. مبدئيا احنا هاي رايز بيلدينج كونتراكتنج. تقدروا تواصلوا معنا عن طريق الويب سايت اللي هيظهر على الشاشة. وتليفوناتنا اللي هتظهر على الشاشة، ونتشرف فيكم في اي وقت، ونتمنى ان احنا نخدمكم بمنتجاتنا بالطريقة اللي تناسبكم. شكرا كتير. شكرا لك. شكرا لك مستر هاني، نورتنا بالبرنامج الخاص بينا. شرف لنا. شرف لنا. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.